صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلد يوكل مع نونا على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. يوم جديد مليان خير وبركه ان شاء الله. وقبل ما نبدا حلقتنا وقبل ما نشوف اصلا عندنا ايه، عندي كلمتين صغيرين قد كده اهو عايزه اقولهم النهارده، بس مش هقولهم للستات ولا هقولهم للبنات، انا الكلمتين اللي عندي هقولهم للرجاله، وبالاخص الرجاله المتجوزين. كلمتين اللي هقولهم النهارده للرجاله المتجوزين، بس النتيجه بتاعتهم مش بتبقى للرجاله بس، للرجاله وللستات، بس اللي هيعملهم والنصايح اللي انا هقولها دي للرجاله. فاي راجل دلوقتي بيتفرج علينا او اي ست بتتفرج علينا والكلمتين اللي انا هقولهم او الكام نصيحه اللي انا هقولهم هي محتاجاهم فعلا من جوزها، تاخد كده الفيديو وتروح بعته له او تقول له افتح اتفرج على اليوتيوب على حلقه نونا النهارده بتاعه البلد يوكل. طيب كلمتين اللي انا عايزه اقولهم للرجاله النهارده، حاجه كل ست بتتمناها، ازاي ان هي تكون مبسوطه مع جوزها. الكلمتين اللي هقولهم او النصايح اللي هقولها، ازاي تبسط مراتك باقل حاجه، ازاي تعمل واحد اتنين تلاتة عشان تبقى مراتك مبسوطه. حاجات في الايد مش مكلفه خالص، علشان ما حدش يكون بيتفرج عليا دلوقتي يقول لي ايه ابسط مراتي يبقى هي عايزه اجيب لها مثلا ذهب واخرجها واعمل واسوي. الستات اغلب ما يكون، والله العظيم مش عشان انا ست بقول كده، بس فعلا الستات اغلب ما يكون، وبكلمه بكلمه تاخد عينيها، تاخد عينيها. طيب تعالوا كده نشوف كام نصيحه كده هنقولهم، علشان مش هتكلم في الحوار ده دلوقتي يا حمدي. مش هتكلم في الحوار ده يا حمدي. لا ده نقره وده نقره تانيه خالص. تعالوا دلوقتي اقول كام نصيحه للرجاله علشان تخلي ستاتها مبسوطين، وكاتباهم عندي على التليفون، يعني ده مش تحضير اعداد ولا حاجه، لا دي حاجه من عندي انا، من على تليفوني انا اللي كاتباها. طيب تعالوا كده نشوف ازاي تبسط مراتك في كام خطوه بسيطه. واحد، ابتسم وانت بتفتح باب الشقه وحسسها انك مبسوط انك شفتها. سهله وبسيطه ومش مكلفه، هنبتسم في وشها والله العظيم مش حاجه كتيره يعني. اتنين، قول لها وحشتيني وايه الشياكه دي. ثلاثة، اديها مصروف تجيب بيه اللي نفسها فيه، وخصوصا لو مش بتشتغل، ومش شرط ان انت تديها 1000 2 3، والله العظيم لو اديتها 100 جنيه في الشهر دي خليها ليك انت، هاتي بيها حاجه لنفسك بعيدا عن مصروف البيت. ياه مش قادره اقول لك هتبقى عامله ازاي. أربعة، اول ما تصحى من النوم طبطب عليها زي الاب ما بيطبطب على بنته، طبطب عليها بعد ما تخلص شغل البيت، ساعتها بتبقى مهدوده فعلا. خمسة، اشكر فيها قدام مامتك وفي نظافتها. ستة، ما تقارنهاش بحد علشان هي ما تقارنكش بحد. سبعة، مش لازم تحكي عن زميلتك في الشغل البشمهندسة والدكتورة وراحت وجات عشان دي حاجة بتضايقها. تمانية، خرجها مرة كل اسبوع وبلاش تحبسها في البيت. تسعة، اشكر في اهلها هتنبسط قوي، واظهر حبك ليهم، واظهر حبك ليها قدام اهلها عشان تتباهى قدامهم بعلاقتك بيها وبحفاظك على كرامتها. عشرة، لما تتعب وتسخن ارقيها واعمل لها حاجه سخنه تشربها علشان تحس دايما ان انت معاها في الوحش قبل الحلو. خليها لما تقعد تفكر مع نفسها كده تبقى فرحانه بيك ومنها اختارتك واتجوزتك، فما تخيبش ظنها وحطها في عينك واتقي الا فيها. كام نصيحة بسيطة ممكن تبقى سهلة جدا بالنسبة للناس، ممكن تبقى تافهة لناس تانيين، بس صدقوني بالنسبة للستات هي مش تافهة. كام نصيحة تبسط بيهم مراتك، وانا متأكدة ان اي واحدة ست مهما كان جبروتها ومهما كانت قوتها، لو عملت معاها الحاجات ديت هتبقى زي العجينة في ايديك، هتشكلها زي ما انت عايز. ممكن ستات كتير قوي تزعل مني دلوقتي في الكلمتين دول، ان هي ممكن تكون عجينه في ايديك زي ما انت تبقى عايز وتشكلها زي ما انت عايز، بس لا والله العظيم ده لمصلحتك. مش عيب ان انت تكوني عجينه في ايد اللي بتحبيه، مش عيب ان انت تكوني عجينه وتشكلي على زي ما هو عايز، بس بحاجه بس بس بحاجه انت حباها. صدقوني دي حاجات بسيطه جدا هتبسطك جدا وهتبسطها جدا، اتقي الله فيها وحافظ عليها، علشان انت لما تحافظ عليها وتتقي الله فيها هي هتحافظ عليك وتتقي الله فيك. اجعلها ملكه تجعلك ملك، شيلها فوق راسك هتشيلك جوه عينيها. دي نصايح النهارده لكل راجل متجوز ولكل ست ان شاء الله باذن الله تسمعني تستفاد بيه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نشوف عندنا بقى
نشوف بقى عندنا ايه في مطبخنا ونشوف حلقتنا النهارده. سيبنا الرومانسيه وسيبنا الكلام الحلو على جنب دلوقتي، نرجع بقى للقواعد الاساسيه بتاعتنا وهو مطبخنا والاكل والطبيخ. عندنا النهارده ان شاء الله ثلاث حاجات حلوين قوي هيعجبوكم، هنشوف تفاصيلهم بعد الفاصل. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع رونا والبلديك. ورجعنا بعد الفاصل. تعالوا مش عايزه اقول لكم ايه اللي كان حصل في الفاصل اصلا، بس ما علينا. رجعنا بعد الفاصل، هنبدا بقى في حلقتنا في مطبخنا كده ونشمر ايدينا ونسمي بالله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا حلقتنا. قبل ما نبدا في اي حاجه ونشوف مطبخنا ايه النهارده ونشوف هنطبخ ايه النهارده، عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه. من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي موبايل على 2600، في انتظار مكالماتكم اللي تسعدني دايما ان شاء الله. يلا بينا نشوف حلقتنا فيها ايه النهارده. هنبدا باول صنف معانا وهنعمل كفته الفراخ بطريقه سهله جدا وبسيطه، كلها في الكبه في صينيه في الفرن. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، مش عايزين اكتر من كده، ولا محتاجه عصيان شيش ولا محتاجه اي حاجه. هنصبحها على مسنن، نصبحها على قلم رصاص، نصبحها على الابره اللي هي بتاعه التريكو اللي موجوده عندك في البيت، استخدميه ربنا يسهل عليكي امورك دي كلها يا رب. طيب عندي كبه وهبدا ان انا حمدي هينزل لنا المقادير دلوقتي، وهبدا ان انا اخلط ايه. انا ما بخلطش الفراخ الاول، انا بخلط المكونات كلها الاول علشان تبقى ناعمه. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه، كيلو صدور فراخ، بصله واحده واحده بس ما نزودش عشان ما تنزلش سوائل كتير، بصله واحده ارباع، فلفلتين رومي، ومعايا فلفل حامي ممكن تستغني عنه لو مش عايزاه، معايا كمان ثوم مفروم، بقدونس مفروم، بقسماط ناعم. والبقسماط الناعم ده هسيبه للاخر خالص واشوف الفراخ هتحتاج منه قد ايه، ممكن ما تحتاجش خالص، ممكن تحتاج حاجات بسيطه. معايا بقى التوابل بتاعتنا، عندي بهارات فراخ، عندنا كمان في التوابل كزبره ناشفه وبابريكا وملح وفلفل اسود، اكتر من كده مش عايزه. هبدا بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل المكونات الاول كلها قبل الفراخ، قبل الفراخ ليه؟ علشان تكون اتطحنت كويس قوي. ادي فلفل احمر، وادي فلفل حامي، ادي ثوم، وادي البصلايه، بصلايه واحده بس صغيره، ما تكتريش علشان ما تجيبش ميه وسوائل. جميل. وادي بهارات فراخ، وادي شويه من الكزبره، وادي الفلفل الاسود، وادي شويه الملح. اضرب الحلويات دي كلها مع بعضها كويس جدا، نضرب ده كله علشان يبقى ناعم، وبعد كده انزل بالبقدونس والفراخ شويه شويه. انا عايزه اقول لكم الفلفل فلفل اسود ايه، مش قادره اقول لكم عامل ازاي. بسم الله. الغطا دي فين علشان ما الريحه بتاعته. نجمع كل اللي في الجوانب ده كله كده. بصوا بقى في حركه نميسه كده انا بعملها، بصوا هعمل ايه. هروح جايبه حبه من الزيت، ما ده كله ما فيهوش سوائل، انا عايزه حبه من الزيت علشان يعمل لي الخليط ده عجينه، علشان لما انزل عليها بالفراخ تبقى في منتهى الجمال. نحط حبه بقدونس كمان كده، واخلط بقى ده كله كده مع بعضه، ريحته تحفة جدا جدا جدا. بسم الله. نجمع كل اللي في الجوانب. بصوا بقى، بصي يا حمدي الخليط لما حطينا حبه الزيت
ده الخليط اللي انا عايزاه. هبدأ بقى ان انا اشغل تاني الكبة وابدأ انزل الفراخ شوية شوية علشان تبقى ناعمة، ما احطش الكمية كلها مرة واحدة وارجع اقول ايه كتلت. بسم الله. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بصوا المنظر. حتة ان انا انزل الفراخ قطعة قطعة دي ممتازة، ليه؟ علشان ابقى ضامنة ان هي بتتفرم كويس مع التوابل اللي انا عاملاها، عشان يبقى الخليط كله واحد. نشغل تاني ونحط بقى الكمية. بسم الله. بصوا كده شايفين، شفتوا اتفرمت كمان ازاي بالشكل ده كده، ما شاء الله اللهم بارك. طيب فاضل ايه دلوقتي يا نونا؟ فاضل ان انا هشغل عليها تاني علشان كده عايزه تتمسك، عايزه ماده ربط. ايه هي بقى ماده الربط اللي احنا هنربط بيها الكفته بتاعتنا؟ البقسماط. وعشان كده قلت ده هيتحط في الاخر خالص، ملوش علاقة بالمقادير الأول. ليه؟ علشان ممكن أحتاج معلقتين، أحتاج ثلاثة، ما أحتاجش خالص، على حسب السوائل اللي موجودة في الكفتة. هبدأ إن أنا أشغل عليها تاني وأنزل بقسماط معلقة معلقة. طيب نصبح الأول على صفاء وبعد كده ننزل بالبقسماط. صباح الفل يا صفاء. السلام عليكم. عليكم السلام، إزي حضرتك؟ عاملة إيه حضرتك؟ عاملة إيه؟ أنا بخير يا حبيبتي، طول ما أنت بخير تسلمي لي. أنت زي العسل والله. الله يسعد لي قلبك، ده جمالك أنت والله، تسلمي. أنا عندي طلب عند حضرتك. عيوني 10 طلبات مش طلب واحد، أمري. أنا عندي بنت عندها 350 كيلو، عاوزة أوصل لها مساعد بس. عندها إيه؟ 350 كيلو، عايز اوصل. ربنا يخليها لك وريهام سعيد. انا مش عارفه اكل وشرب على بطنها، انا مش عارفه. حاضر، عينيا الاثنين. حاضر والله، اللي هقدر اعمله حاضر. خدي رقمها يا شروق لو سمحتي. عينيا الاثنين. هبدا ان انا اشغل على الفراخ تاني. بسم الله. شايفين بدا الخليط يتقل؟ بصوا بدا الخليط يتقل معايا وبدا ان هو يبقى متماسك، ما بقاش سايل زي الاول. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بص كده يا حمدي، شايفين بقت ان هي اجيب المعلقه امسكها اهي متماسكه، ما بقتش سايله زي الاول. كده هي عايزه مواد ربط تاني او عايزه بقسماط تاني؟ لا خالص، هي مش عايزه اي حاجه. امال عايزه ايه يا نونا؟ كل اللي محتاجاه ندهن ايدينا دهنه زيت حلوه ونفضيها في بوله ونبدا نصبع. هنعمل كده كده البقسماط الحمد لله قام بالمهمه بتاعته، مش محتاجه تاني خلاص. شفتوا انا بطلت احط بقسماط امتى؟ لما القوام بتاع الكفته بدا ان هو يبقى متماسك، ما يبقاش ان هو سايل زي الاول. نلبس الكلافز في ايدينا كده، طبعا حضرتك في البيت هتستخدمي ايدك عادي، مفيش امن من ايدينا على معدتنا. نعمل كده ونروح جايبين بوله وفيها شويه من الزيت. صباح الفل يا ام شيماء. صباح العسل. عامله ايه؟ صباح الهنا على عيونك. عامله ايه يا ست الكل؟ ايه الجمال اللي على الشاشه ده؟ ده جمال عينيكي والله العظيم، تسلمي لي. الشفته الجميله اللي على الصبح دي حبيبتي، الله يسعد لي قلبك يا رب، تسلمي وتعيشي. والله تستاهل الزكنه حالها يا حبيبتي، ما نحرمش منك يا رب، تسلمي. ربنا يديك الصحه يا رب، وكل حاجه كده فكري الناس يا سنونه. حاضر، عينيا الاثنين. حاضر عيوني.
ربنا يديك الصحه يا رب. الله يبارك لي في عمرك يا ام شيماء يا رب، يومك حلو زيك. كلكم كويسين؟ الحمد لله كلنا بخير يا ست الكل، تسلمي لنا. يديك الصحه ويبارك لك في كل حاجه يا شيخ. الله يسعد لي قلبك يا حبيبتي، تسلمي وتعيشي، نورتيني ويومك حلو زيك يا رب. بصوا كده ببدا ان انا انزل الكفته، الله اكبر اللهم بارك، دهنه زيت علشان ننزل كل اللي في الكبه وعلشان الكفته نفسها تبقى ناعمه. بصي يا حمدي كده شايفين دهنه الزيت اللي بنحطها بتخلي القوام يبقى ناعم جدا، وفي نفس الوقت تبقى كلها ميه واحده، ما تبقاش ان هي طالع منها حاجه. طيب هتلاحظوا برضو انا ليه حطيت المكونات الثانيه الاول، ليه حطيت المكونات اللي هي الفلفل والبقدونس والتوابل كلها بتاعتنا في الاول عشان تتحن ناعم، علشان لما اجي امسك كده الله اكبر اللهم بارك، اما اجي امسك كده وتبدا ان هي اصبحها ما يبقاش في حته بقدونس طالعه، ما يبقاش في حته فلفل طالعه. مش هاكل، شايفين بدهن ال، لا دي ما اظنش، لا دي ما اظنش، بدهن ال المسن دهنه زيت بسيطه وابدا ان انا اصبع بالشكل كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا القوام بتاع الكفته عامل ازاي وناعمه ومفيش حاجه طالعه منها، اعملوها زي ما انا ما عملت كده دلوقتي الله هو اكبر. طيب نونا لو انا عايزه اعمل الكفته دي وافرزها اعمل ايه؟ بص يا ست الكل صلي على النبي عليها افضل الصلاه والسلام، بتعمليها زي ما انا ما عملت كده وبتحطيها في صينيه وبتحطيها في الفرن، ما بتكملش العشر دقايق وتبداي بعد كده تروحي شايلاها من الصينيه، انا عايزاها يعني تتشمع وتسيبيها تبرد وترجعي بعد كده تعمليها تشمعيها وتسيبيها تبرد، وبعد كده تروحي جايبه اطباق الثلاجه حاطه فيها اكياس ثلاجه مفتوحه وتروحي رصه الكفته عليها، وطبقه كيس ثلاجه ثاني وترصي الكفته عليها. اهم حاجه تتشمع. يعني ايه تتشمع؟ يعني هنقول زي ما تقول كده بنسويها نص سوا، بتطلع معاكي زي الفل. هنبدا دلوقتي نسويها بعد ما نرصها في الصاج كده ولا في الصينيه اللي انت هتعملي بيها، نحط عليها رشه زيت بسيطه ودخلي الفرن وطلعيها يا ست الكل واعملي احلى وليمه. عايزه تعملي لها فحمايه ما عنديش اي مشكله، ممكن نولع لها فحمايه كمان هتطلع معانا حلوه قوي. طيب نونا هو انا لازم يكون عندي فرن عشان اعمل الكفته دي؟ لا مش لازم، احنا ممكن اصلا كمان ناخدها ونحطها في صينيه مع نفس رشة الزيت اللي قلتلك عليها وتحطيها على البوتاجاز من فوق، هتطلع برضو معاكي زي الفل. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ادي الفراخة هي عملناها ووريتكم تمشوها ازاي، تفرموا التوابل الاول خالص قبل اي حاجة علشان تديكي خليط ناعم، تبدأي تضربيها حتة حتة كده وبعد كده تروحي منزلة عليها البقسماط شوية شوية علشان يبدأ ان هو يربط معاكي ويديكي نتيجة زي الفل. صباح الفل يا سهام. الو صباح الهنا، ازاي حضرتك؟ ازيك ازيك يا مدام نونا؟ الحمد لله يا حبيبتي انا بخير طول ما انت بخير، تسلميلي. صباح الجمال عليك. صباح العسل على عيونك يا ست حبيبتي الكل. بس قولي لي على المكونات اللي حطيتيها في الكبه قبل ما تحطي الفراخ بعد اذنك، انا فتحت متاخر. عيوني عيوني عينيا الاثنين. ماشي ماشي حبيبتي، نورتيني مع الف سلامه حبيبتي، يومك حلو زيك يا رب. استاذنك ننزلها يا حمدي، يلا تسلم لي. هننزل مقادير كفته الفراخ تاني بالشكل ده كده الله هو اكبر اللهم بارك عليها، طريقه سهله جدا وبسيطه. اهم حاجه ننزل بالمكونات الاول كلها في الكبه نخلطها كويس جدا، نرجع بعد كده ننزل بالفراخ المتقطعه شويه شويه، نرجع بعد ما اتخلطت كويس خالص، اهم حاجه حبه الزيت اللي احنا حطيناهم علشان تمشي لنا المقادير حلوه قوي وتبقى عامله زي العجينه، ننزل بعد كده بالفراخ شويه شويه، وبعد ما تتخلط خالص او تتفرم خالص انزل عليها بالبقسماط حبه حبه لحد ما تبدا ان هي القوام بتاعها يكون متماسك زي كده. مقاديرها على الشاشه بتقول ايه؟ معايا كيلو صدور فراخ، معايا بصلايه واحده بس علشان السوائل بتاعتها ما تبقاش كتير،
معايا فلفلتين رومي احمر ممكن تعمليهم مشكلين ما عنديش اي مشكله، فلفل حامي ممكن تشيليه او تحطيه برده على حسب رغبه حضرتك، معانا كمان حزمه بقدونس الاوراق بتاعتها بس، بقسماط مطحون ده هنسيبه للاخر خالص ممكن نحتاجه او ممكن لا على حسب الفرمه بتاعه الفراخ، معانا بقى البهارات بتاعتنا والتوابل، معايا بهارات فراخ، معايا كمان ايه، معايا كزبره ناشفه، ومعايا بابريكا وملح وفلفل اسود. طبعا على حسب ما حضرتك عايزه، ممكن ناس تحط لها حبه كاري، ممكن ناس بتحط لها مثلا سنه قرفه، كل دي تطعيمات بتدي نتيجه حلوه جدا جدا جدا. لا 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 لا، الشروق بتقول لي هو احنا قبل ما ندخلها الفرن هنسيبها تجمد شويه؟ لا الكلام دوت لو احنا هنسيبها في الثلاجه شويه، لو احنا هنغلفها ونقليها، لكن احنا مش هنقليها، احنا هنسويها في الفرن زي الكفته المشويه بالظبط، فمش محتاجه ان هي تتساب شويه. هنعمل ايه؟ هنروح حاطينها على طول في الفرن، الفرن شغال على درجه حراره 190 او 200 فوق وتحت، فهندخلها على طول. لو انت هتشمعيها يبقى اقل من 10 دقائق وتطلع، هتكملي تسويتها تسويه كامله، هتسيبيها لحد ما تستوي، برده هتاخد مثلا 10 دقائق 12 دقيقه بالكتير، هتلاقيها ان شاء الله مستويه وتمام وزي الفل. تطلعيها بقى تقدميها كده جنب شويه جرجير، جنب حبه سلطه الطحينه، جنب سلطه خضراء، اللي انت عايزاه، جنب حبه مكرونه، اللي انت عايزاه اعملي، هتطلع معاكم ان شاء الله زي الفل. بصوا بصوا اصلا شكلها عامل ازاي، الله اكبر، اللهم بارك. صباح الفل يا ريهام. صباح الفل يا ست نونا. صباح العسل عليكي يا قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير يا ست الناس، تسلميلي. انا بحبك قوي. الله يسعد لي قلبك يا رب، تسلمي وتعيشي. واموريني. سامعاكي قولي. عايز اسالك عن ازاي اعمل التورته. التورته عينيا الاثنين، حاضر. عيوني الاثنين، عملناها قبل كده كتير وعملها لك تاني عشان خاطر عيونك يا ريهام. عيوني حبيبتي نورتيني. بصوا كده اخر صباعين اهم هنعملهم، ولا في بواقي في البوله. دهنه الزيت دي رهيبه رهيبه رهيبه، حبه الزيت اللي احنا اصلا بنحطهم للكفته بيظبطوا الدنيا جدا جدا جدا. تحطيهم مع الخليط الاول قبل ما تنزلي بالفراخ. ما عندكيش المسن ده، اعملي على ابره تريكو، مش هتقول لك لا. تعالي نشيل بس صباع كده. يلا نزود كده، خلاص خلصنا. خلصنا، خدت مننا وقت؟ لا ما خدتش مننا وقت، كله في الكبه وفي ثواني بتكوني مخلصه الصنف بتاعك. لو انت هتعمليها مثلا من بالليل عشان عندك عزومه الصبح، اعمل ايه؟ صبعيها وحطيها في الصواني اللي انت هتسوي فيها على طول، وحطيها في الثلاجه، غطيها بكيس ثلاجه او بستريتش، بلاش استريتش عشان ما يبهدلكيش الدنيا وتلزق، غطيها بكيس ثلاجه كده من فوق الوش كده، وحطيها في الثلاجه لحد ما تبداي تيجي تسويها. هتيجي تسويها ثاني يوم هتطلع معاكي برده زي الفل. بصي يا حمدي، معلقتين زيت كده عليها من فوق، هيروحوا منزلين في الصاج، فانت مش محتاجه تدهني الصاج حاجه. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 200، هتطلع معانا زي الفل. يلا بينا نحطها في الفرن ونطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نشوف عندنا ايه تاني النهارده في حلقتنا او في مطبخنا. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي. انا واقفه بفكر هحط ايه على الصاج. رجعنا من الفاصل، الكفته بتاعتنا الله اكبر عليها، ريحتها تحفه. تعالوا كده، احنا طلعنا الصاج اللي فوق تحت علشان اللي فوق كانت اتشمعت. في المرحله دي اللي هي التشميعه بتاعتها دي، انا اقدر اطلعها من الفرن واسيبها تبرد وابدا ان انا افرزها وهي متشمعه كده.
وهي لسه ما كملتش تسويتها اكنها نص سوا، لكن انا النهارده عايزاها تسويه كامله عشان هبدا ان انا اكلها واتغدى بيها مثلا، بروح اقفل الفرن واكمل التسويه بتاعتها. احضلها فحميه، تطلع احط لها الفحميه يا سيدي عليها مع حبه طحينه او سلطه خضراء او اللي انتوا عايزينه، او مع متبل البتنجان المشوي البابا غنوج اللي احنا هنعمله النهارده هتبقى تحفه، مع حبه مكرونه او لو هتقضيها بعيش وحبه بطاطس محمره قضيها والناس لبعضيها وصحتين وعافيه على قلبكم. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ بطاطس مش هقول رخيصه، مش هقول رخيصه بس متاحه. البطاطس الجديده بدات تطلع والبطاطس كلها ايه؟ متاحه في السوق، وعلى حسب عدد افراد اسرتك. احنا جبنا بطاطس ايا كانت الكميه اللي هتجيبيها، رحت سلقاها بالشكل ده كده، قشرتها وهرستها بملح وفلفل اسود. لحد كده تمام؟ تمام. نيجي بقى الناحيه دي. منى اللحمه غاليه وانت عامله لي النهارده لحمه وفراخ، انت بتهزري؟ اولا انا ما قلتش لحضرتك تعملي الاثنين مع بعض، دي وصفه بمكوناتها وتعملي جنبيها اصناف جانبيه، يبقى دي كده يوم ودي وصفه ليوم تاني. امبارح في الحلقه اللي عملنا فيها بطاطس محشيه فضل ايه؟ فضل حبه لحمه مفرومه كده مننا. رميناهم؟ لا ما رميناهمش، اديتهم للعيال كلهم بالمعلقه؟ لا ما عملتش كده، ما انا عملت ايه؟ حطيتهم في كيس وشلتهم في الفريزر. جيت النهارده عندي وصفه ومعيش فلوس اجيب لحم ومش عارفه اعمل ايه، طلعت البطاطس سرقتها وهرستها ورحت جايبه بقيت اللي قسما بديني ان الطبق المليان الله اكبر قدامكم ده، ده باقي اللحمه اللي فضلت امبارح من البطاطس المحشيه. رحمكم الله. عملنا كده ازاي؟ ده هم كانوا حبه قد كده ما يكملوش حتى الربع كيلو. عملنا ايه؟ جبنا 3 4 5 بصلات فرمناها، لقيت فلفلايه حمراء فرمتها مع فلفلايه خضراء فرمتها، التوابل الحلوه بتاعتنا وحطيناهم عليها، بقى عندي اكني كيلو لحمه مفرومه. يبقى انا هوكل العيال بصل وفلفل يا نونا؟ مفيش الكلام ده، دوقيها ولو فرقت ان هي كميه اللحمه اللي فيها قليله يبقى بحق. قسما بديني ان اللي قدام حضراتكم ده باقي اللحمه اللي فضلت امبارح من البطاطس المحشيه. قلت لهم شيلوها في الفريزر عشان هنعمل بيها وصفه بكره. يا نونا هتقضي؟ قلت لهم باذن الله وبركته هتقضي. جينا الصبح محمد بتاع الشيف المطبخ هنعمل ايه في اللحمه؟ قلت له زود عليها 4 5 بصلات مع كام فلفلايه واظبط لي التوابل بتاعتها. بقت كميه الله اكبر عليها. طيب هرستي بطاطس وعصقتي بقيه اللحمه بتاعت امبارح وزودتيها، معنى كده ان احنا هنعمل صينيه بطاطس عاديه اللي هي طبقه لها بطاطس تحت ولحمه في النص وطبقه بطاطس فوق؟ لا، هقدمها لك بشكل جديد ومختلف تماما، اللي هي ايه؟ القوالب بتاعتنا دي، عشان يبقى شكلها كويس وشكلها مختلف. هعمل ايه؟ هعمل طبقات البطاطس واللحمه في القالب ده وهقلبها على صاج، حبه جبنه من على الوش، دخلت الفرن، بطاطس مستويه، لحمه مستويه، بس انا في تكايه هعملها بسيطه قوي هقول لكم عليها بعد ما اصبح على ام احمد. والله صباح الهنا، صباح الفل، صباح العسل على عيونك يا ست الناس. الحمد لله يا قلبي، عامله ايه؟ احلى شيف في الدنيا والله. الله يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك ابدا. يعني بصي انت مش قادره بصراحه، مش قادره اميزك بين كل الحلويات اللي في الدنيا. الله يسعد قلبك ويحلي عمرك يا رب، تسلمي. بعدين ما يهمكيش اي حد يتكلم، اللي بيتكلم ولا بيشتم في الفيسبوك والزفت دوت متغاظين منك والله. والله العظيم ما ينفعش ان انا ازعل، ودي اهميه لحد وانت معايا. احلى احلى شيء، الله يسعد لي قلبك. انا بتفرج عليك على طول يا حبيبتي، ما نحرمش منك. والنبي ربنا يبارك لك. عايزاك تقولي لي على الشوكولاته اللي هي بتدهن على العيش من فوق على الفينو كده، بس سريعه عشان اعملها للولاد النهارده. انا ست كبيره عندي. عينيا ليكي، عينيا ليكي، العمر كله ليكي بصحه وسعاده يا رب. عيوني ليكي، عيوني ليكي يا ست الكل. اللي هو الجناش الاقتصادي اللي احنا عملناه قبل كده التقيل هقوله لحضرتك حالا. طيب نرجع لوصفتنا وهقوله شروق، فكريني قبل ما ننهي حلقتنا. عارفه لو نسيت يا شروق. نيجي دلوقتي لتكايه هعملها بس في البطاطس علشان تديني التغليفه اللي انا عايزاها. هعمل ايه؟ هروح، مش مشكله ابقى اغير الكرابس، هبدا ان انا اعمل كده. يلا بينا. هعمل كده، هفتح البيضتين دول واحط عليهم ملح وفلفل اسود وشويه من البابريكا،
وهنزل على البطاطس بيهم. ليه؟ علشان انا عايزه ان البطاطس يبقى فيها حاجه تغلفها لي، والتسويه بتاعتها تبقى جوه في منتهى الجمال. نقلع الكلوفز كده ونغيره علشان البيض اللي احنا مسكناه. بسم الله. ملح وفلفل اسود وشويه بابريكا بس، ده اللي كل اللي هيتحط على البطاطس، وهقلبهم يعني هقلبها كويس قوي مع بعضها. بسم الله. ادي رشه الفلفل الاسود، رشه الملح، وسنه البابريكا اللي انا هحطها دي عشان تديني لون حلو للبطاطس. نجيب شوكه علشان نقلب بيها البيض. الكفته بتاعتنا ماشيه ما شاء الله، اللهم بارك. دي بقى التكايه المختلفه اللي هنعملها النهارده. تاني نون، انا مش عندي بيض اعمل ايه؟ اعمليها يا ست الكل من غير بيض، مش هتقول لك لا. ما توقفيش الدنيا على حاجه، ربنا يا رب يسهل اموركم دايما كلها. اهو اعجن ده كله كده مع بعض علشان تبقى البيضايه ماشيه في البطاطس كلها، عشان لما اجي احطها في الفرن تمسك وتشمع كده وتبقى في منتهى الجمال. بالشكل ده كده القوالب عندي جاهزه، هدهنها دهنه سمنه بسيطه وهرشها برشه بقسماط. ليه؟ علشان تبقى متغلفه وتنزل بسهوله من القالب بتاعي، وتبدا من هي لما تتحط في الفرن تبقى محمره كده وجميله. مين؟ صباح الفل يا ياسمينة. يوسينا؟ يا شفنانة. صباح الفل يا يوسينا، عاملة ايه؟ الحمد لله. يوستينا. يوستينا صباحك هنا وسعادة. عاملة ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير يا قلبي، انت عاملة ايه؟ انا بحبك قوي يا شفنانة. ما نحرمش منك ابدا يا رب، تسلميلي. قوليلي ليك اي طلبات؟ انا سامعاكي يا قلبي، قوليلي. عايزة كيكة صيامي. عيانة عينيا الاتنين بس كده عيوني. حالا. شكرا. نورتيني. الكيكه الصيامي هقول لك حالا تعمليها ازاي. شروق معايا؟ ممكن تكتبيها وانا بقولها كده وتنزليها لي على السجي؟ يلا بينا، اكتبي يا شروق. كوبايتين ونص دقيق. ماشي، كوبايتين ونص دقيق. باكت كامل من البيكنج باودر، ومعاها معلقتين او ثلاثة كاكاو، كاكاو خام. تمام كده. نيجي بقى للسوائل، كوباية من السكر، كوباية من الزيت، كوباية مياه غازية اللي هي البيضة، ولو عايزاها برتقال من غير ما تحط لها شوكولاتة يبقى اللي هي الاورنج. ماشي. معلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل وبس، ولا حطينا بيض ولا حطينا حليب، هتطلع معاكوا تمام وزي الفل. نبدأ بقى نكتبها كده وننزلها على الشاشة. تسلمولي، منحرمش منكم. بصوا كده بعمل ايه. بمسك القوالب بتاعتنا بدهنها بالزبدة كويس جدا، وبعدها كده هغلفها بطبقة البقسماط الناعم علشان تبقى اما اقلبها تبقى مدياني تغليفه حلوه قوي. ما سيبش فتفوته مش مدهونه علشان تديني النتيجه اللي انا عايزاها. ما هو معلش بقى المقادير. انت ما قلتليش المقادير دلوقتي، انت بتسال على الاسم بس يعني. اوكي تمام. بصوا كده عملت ايه، غلفت القوالب كويس قوي. ما انصحكش والله، الواحد ما بيحسش بـ 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 بالحاجه الا لما بيكون مكانها.
بصوا بقى كده هروح عامله ايه، جايبه القالب واروح عامله كده، شايفين انا بغلف بقسماط اهو. تاني كل اللي الدهن زبده نعمل كده رشه بقسماط، علشان انا هحط فيه طبقات البطاطس مع اللحمه وهبدا ان انا اقلبها في الصاج. حد هيقول لي يا نونا ما كنا عملناها طبقتين في الصينيه وحطينا فيها حبه اللحمه وخلاص، انت ناويه تغلبينا؟ الشكل وكسر الروتين مهم جدا والله العظيم. انا بصيت عليها، نبص عليها تاني. حاضر. الله هو اكبر، اللهم اجرنا من نار جهنم. بص كده بصوا، مجرد بقى ما اعمل كده وبتتحرك بكل سهوله. لا 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 لا، عيب عليك يا مونتي، عيب عليك. بص يا مونتي، بص يا مونتي، بص لما اتقلبت الناحيه التانيه ما فرولتش، وبصوا ملسوعه ومستويه وجميله ازاي. الله هو اكبر، اللهم بارك. تمام وزي الفل. دقيقتين وهقلبهم بقى تاني اكون خلصت البطاطس. انا شغاله براحتي وشغاله على هادي، وانتوا نفس النظام في المطبخ عندكم، ما تدربكوش نفسكم وتسربعوا وتجروا ورا بعض. الروقان اشتروا بدماغكم او اشتروا بصحتكم. نعمل كده. بص بقى يا حمدي، ادي القوالب بتاعتنا اهي، دهناها زبده ورحنا حاطين عليها رشه البقسماط الحلوه بتاعتنا. الصاج بتاعنا حاطين عليه ورقه زبده، ولاجل التاكيد علشان ما يبقاش ايه نوعيه الورق لا قدر الله تطلع مش كويسه ونرجع احنا بعد كده ايه نلاقي نفسنا الورقه لازقه مننا في الحاجه. فاحتياطي هنروح دهنينها زبده كده علشان لما نقلبها تبقى تاني. واجد كده، ادي القالب بتاعنا اهو، اروح واخده بطاطس واروح حاطه في القالب بالشكل ده كده، طبقه حلوه كده وتكون متساويه بالشكل ده، واروح جايه ايه حاطه حبه اللحمه اللي احنا معصجينهم ومكترينهم بالشكل ده كده، وتكون ناشفه ما يبقاش فيها سوائل عشان ما تسيلش جوه البطاطس وتديني نتيجه انا مش حباها. صباح الفل يا محمد. صباح النور. صباح العسل، عامل ايه؟ الحمد لله. ما رحتش المدرسه ليه؟ تعالى بس الاول هنا، ما رحتش المدرسه ليه؟ لا ما النهارده انا لا النهارده ورايا دروس كتير ما بروحش. يا حبيبي ربنا يصلح حالك يا رب ويوفقك ويخليك من احسن الناس يا رب، اللهم امين. الله يخليك حبيبي. الله يخليك. حبيبي امرني. عايز بس تعرف طريقتي في فتيل المشلتت. عيوني الاثنين بس كده، عيوني عينيا الاثنين يا محمد. صبح لي على ماما وسلمني عليها. عيوني الاثنين، نورتني. هتمسك في القالب يا حمدي، فاحنا هنجيبنا هنحطها لما نقلبه. هنقلب القالب وبعد كده نحط عليه الجبنه. انا عارفة ان انت بتموت فيها. تاني. الله اعلم. بصوا كده، حطينا حبة البطاطس، حط اللحمة المفرومة وتكون ناشفة ما يبقاش فيها سوائل كتير بالشكل ده كده. نعم الاقتصادي. طب ثانية واحدة. حاضر. بصوا كده، شفتوا انا بعمل ايه؟ مسكت القالب دهنته زبدة ورحت حاطة بعد كده رشة بقسماط علشان لما يجي يتقلب يتقلب معايا بكل سهولة ويبقى متغلف كده وجميل وفي منتهى الجمال. رجعت بعد كده رحت حاطة طبقة البطاطس، بعد طبقة البطاطس حطيت طبقة لحمة، وبعد كده طبقة بطاطس، وبعد كده اروح قلبة بالشكل ده.
عيب عليك. فقناش على كده. بالشكل ده كده. عشان كده بقول ندهنها كويس قوي. علشان تتقلب معانا بكل سهولة. نسيبها كده تتقلب مع نفسها. نبص على الكفتة. علشان انا لازم اطلعها علشان ادحرجها. يعني ايه ادحرجها؟ يعني ابدا ان انا افككها كده. بسم الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا كده شايفين شايفين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. نقلب الناحيه الثانيه كده. بصوا الشكل بتاعها. بصوا شفتوا الشكل؟ بصوا عاملة ازاي؟ نحطها دقيقتين وهطلعها. نيجي نجيب التانية. تروحي بقى مجمعة كله في بولة واحدة او في صينية واحدة. وتروحي عاملة لهم الفحمية. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ريحتها بجد هايلة. يلا بينا حمدي هينزل لنا دلوقتي مقادير الكيكاية الصيامي علشان حبيبتنا اللي طلبتها. بتاع سخنة قوي اول ما ننزلها يعني. طب قولولي طب نقولها. قولولي قولولي نقول الكيك الصيامي مقاديره بتقول ايه؟ كوبايتين ونص من الدقيق، باكت بيكنج باودر كامل اللي هو 16 جرام، معلقتين كبار من الكاكاو الخام لو هتعمليها بالشوكولاته، كوبايه من السكر وكوبايه من الزيت، مياه غازيه اللي هي لو انت هتعمليها مش بالشوكولاته حطي البيضه، لو انت هتعمليها بالبرتقال لو هتعمليها بالشوكولاته حطي اللي هي البيضه، لو هتعمليها بالبرتقال او هتعمليها اللي هي بالفانيليا حطي اللي هي بطعم البرتقال، هيطلع معاكي حلو قوي. معايا كمان معلقه كبيره من الخل، ممكن تحطي طبعا فانيليا هيديها ريحه حلوه برضه. يلا بينا. طبعا هتعملي السوائل كلها مع بعضها وترجعي بعد كده تروحي تضربيها كلها في الخلاط عشان تتخلط مع بعض، الزيت مع السكر مع المياه الغازيه تضربيها مع بعض وترجعي بعد كده ترجعي بعد كده تحطي عليها المواد الجافه اللي هي الدقيق والبيكنج باودر، ولازم يكونوا منخولين كويس قوي. نرجع بعد كده نخلط كله مع بعض. والفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180 تستوي لمده 35 دقيقه. نبدا ان احنا نختبرها نحطها في الفرن بعد ما تستوي نقفل عليها ونسيبها 10 دقايق، نرجع بعد كده تبرد ونطلعها وصحتين وعافيه على قلبك. الجناش الاقتصادي اللي هيتحط على المخبوزات كوبايه من السكر، كوبايه من الزيت، وكوبايه من الحليب. بنخلط ده كله كويس جدا مع بعضه لحد القوام ما يبقى تقيل كده وكريمي. ارجع بعد كده اروح نازله بالكاكاو معلقه معلقه لحد ما يتقل معايا ويديني النتيجه اللي انا عايزاها. هتطلع معاكي زي الفل. يلا بينا. ممكن هي مستويه اهو، ممكن اجيبها بره؟ معلش تصدق الشكل ده كده. هتبدا ان هي تدخل الفرن تروح سايحه من الجوانب وهتطلع معانا زي الفل. بص بص يا حمدي ده اهو اتقلبت. ادي القالب بتاعنا اهو. ارجع بعد كده هحط عليها الجبنه بالشكل ده كده. هدخلها بقى الفرن وتبدا ان هي تسيح معايا وهتبقى ما شاء الله اللهم بارك عليها. نطلع الكفته ونحط بدلها البطاطس ونرجع من الفاصل. عندنا المتبل بتاعنا
هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهتبقى ماشيه جدا مع الاكله اللي احنا عاملينها دي. يلا بينا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نكمل حلقتنا. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا وبلدي يوكا. جايبيني من جوه الفرن. رجعنا من الفاصل، وتعالوا بصوا كده البطاطس حطينا عليها الجبن، والجبن بدات ان هي تسيح، حاجه مختلفه بشكل مختلف في الاخر. اه بطاطس مهروسه وبواقي لحمه مفرومه كانت موجوده في الثلاجه، بس هتطلع بشكل حلو قوي تحبب ولادك وجوزك وضيوفك في الاكل. طيب هنا الكفته طلعناها، عملنا لها فحمايه حلوه جدا، هتدينا ريحه حلوه قوي قوي قوي، وتطعيمها اجمل كمان. يلا ننجز في البتنجان علشان نعمله بسرعه، وهو اسهل ما يكون. شوينا بتنجان، لف البتنجان في ورقه فويل، فتحيه او غرزيه بشوكه عشان يستوي معاكي على طول. بلاش حته ان انت تحطيه في صاجه او تحطيه في الفرن او تعمليه على البوتاجاز، هيبهدلك انت بعد كده في النظافه. حطيناه في فويل، غرزناه بشوكه، بدانا ان احنا حطينا رشه زيت، حطيته في الفرن، استوى وتمام وزي الفل. هرجع دلوقتي اعمل ايه؟ اعمله بقى في الكبه على طول، مش هياخد معايا وقت. محتاجه ايه؟ محتاجه المقادير اللي هتنزل معانا حالا على الشاشه. بصوا كده، مش هحط البتنجان الاول، انا هحط المكونات التانية الاول. ليه؟ عشان انا عايزه على ما اجي اهرس البتنجان يا دوب يبقى فيه قطع، ما يبقاش ان هو مهروس خالص. يلا بينا يا حمدي، مقاديرنا بتقول ايه في المتبل بتنجان؟ معايا بتنجان رومي مشوي، معايا كوبايتين زبادي او كوبايه، معايا كوبايه من الطحينه او على حسب اللي موجود عندك، ما عنديش اي مشكله. هنفضي كله مع بعضه كده، ونتبل بقى التوابل الحلوه بتاعتنا اللي هي ايه؟ عندي كمون وملح وفلفل اسود. طب انا مزوده ايه يا شروق؟ مزوده توم وشويه شطه. ادي الملح، حطينا سنه من الشطه، وممكن كمان ما تحطهاش وتحطي قرن فلفل كده، هيديكي نتيجه حلوه قوي. معايا فص توم كده او فصين، يدوني برضو تيست عالي بالشكل ده. اخلط ده كله الاول مع بعضه، وبعد كده هنزل بالبتنجان حته حته عشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها. بسم الله. يا سيدي على اسرع واسهل بتنجان مشوي في الدنيا. الفحميه عامله معايا شغل. بصوا بصوا يا حمدي، انا عايزاه بالحجم ده كده، عايزاه بالحجم ده كده. عايزه ازود بقى حاجه، اروح عامله ايه؟ اروح عامله كده وادوق الملح كمان. بسم الله يا ربي، يا الله يا الله، رهيبه. البقدونس لما بتحط فعلا على البابا غنوج بيدي التطعيمه وبينقلها في حته تانيه خالص. على رأي هادي نعمل كده. انا كده تمام جدا جدا جدا، حبه بتنجان رهيب. ما تقلق، هو انت اللي حرق امبارح؟ والله انت اللي حرقت صينيه امبارح. الله اكبر علينا. مفيش الكلام دوت على فكره، وارد جدا ان اي ست في البيت ان هي تحط الصينيه في الفرن وتنشغل شويه في التليفون، او تنشغل مع عيالها، تخش تلاقي الوش بتاعها مناسبه، زي ما حصل معانا امبارح. انشغلنا في تسليم الجواز بتاعتنا، والوش بتاع البطاطس هل مش هتتاكل؟ هتتاكل وهتبقى زي الفل وجميله وما شاء الله عليها. نغرف انهي الاول؟ نسيب البطاطس تهدى عشان نعرف نشيلها، ونيجي نغرف الحلو الحلوه بتاعنا ده.
تطعيمته رهيبه بجد. السما اوريك القوام بتاعه قد كلامك ده. تعالي والله ما ازعلك، تعالي اوريك القوام. بصي بعينك. بسم الله. انا عارفه يا هامونتي تتحس. يلا ده بقى الكلام اللي يزعل، كلمة اختمي دي الكلام اللي يزعل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا شروق الكوامة اهو. مصروف. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. عايزة اقول لكم على حاجة، معلومة ليكوا والله وهتنفعكوا كتير، يعني دي عن تجربة أمي ربنا يديها الصحة ويشفيها ويعافيها يا رب. هي بتعملها دايما، بتجيب البتنجان الرومي وكمية يعني 5 كيلو 10 كيلو، ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها لي، تروح شاوياه كله مرة واحدة أو تحطه في ورق فويل زي ما قلت لكم كده، وتبدأ إن هي تشويه كله مرة واحدة، وترجع بعد كده تروح ماسكاه حط مقشراه وحاطه كل بتنجانتين في كيس او كل بتنجانيه في كيس على حسب الطبخه نفسها او على حسب اللي هي هتعمله، وترجع تحطه في الفريزر. نيجي مثلا وقت زنقه عزومه كاني ماني والكلام ده كله، تروح مطلعاهم من الفريزر حطاهم في الكبه هوب مع حبه الطحينه مع كوبايه الزبادي مع فص الثوم قرن الفلفل، الموضوع خلص تحفه، بيطلع معاها تحفه. نيجي كده نتبل اهو، الله اكبر عليه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بحر مفيش مقطع عشان نشيله يعني اهو خلاص اهو. الوصفات النهارده بتاعتنا كانت سهله وبسيطه. الكفته بصي يا حمدي على ما نجيب المقطع، بص كده بص معايا بص كده، شايفين المنظر عامل ازاي؟ الله الله اكبر علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. احنا فاهمين اللي انت عايز تقوليه، واضح. بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. نعم شفتي نوايا يا بنتي والله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الحمد لله الحمد لله. الشكل ده كده اكتر من كده مش عايزه. نشيل بقى الصاجات بتاعتنا. نعم عيوني يا حمدي. دي كانت حلقتنا النهارده، عملنا فيها 3 اصناف ما شاء الله عليهم، والاهم من 3 اصناف اللي احنا عاملينهم عرفنا ازاي كل راجل يبسط مراته بطريقه سهله وبسيطه من غير تكلفه، علشان ما يقولش ايه ده هجيب هدايا ومش هجيب هدايا والكلام ده كله. ايه ده اتعمل يا ديني؟ مش مهم الطبق، المهم نفسي. طب يعني اقول ايه بس؟ الحمد لله الحمد لله. طب يعني امدي يسوى لا اله الا الله. ودي كانت حلقتنا النهارده، عشان عايزه اقول لكم يعني الحمد لله الحمد لله، ربنا يديمهم في حياتي سواء حمدي او منتي او كل الناس اللي معايا هنا، وهدير وسروق وكل الناس الحلوه، ربنا يديمكم نعمه في حياتي، هم فعلا اللي بيخلوا اليوم يفرق معايا جدا. دي بقى كانت حلقتنا، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله باذن الله الوصفات بتاعتنا النهارده تعجبكم وتجربوها وتبقى موفره بالنسبه لكم وتكون عند حسن ظنكم. اسيبكم بخير واشوفكم بخير، بيتجدد لقائنا بكره الساعه 10 الصبح، واللي فاتوا اي حاجه من وصفتنا النهارده يقدر يتابعها الساعه 9:30 بالليل على اقوى قناه طبخ في مصر بي ان سي فود، قويه بيكم ليكم. اسيبكم خير بخير واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم.